عكسيه، ازاي لو انا مدي لك اس ترجع بيها دي؟ طيب الفكره الثالثه ابلكيشن على الكلام ده، ازاي لو انا بدي لك دايره معينه او حاجه معينه بشتغل عليها بحولها انا من التايم للاس اتعامل معاها وبعدين ارجعها مره ثانيه الى الاس في نفس المساله بتاعتي. مع شويه الايه الافكار الفرعيه اللي موجوده جوه. اول فكره كنا بدانا فيها في محاضره الاسبوع اللي فات اللي هي ازاي بنحول من التايم للاس، ودي لوحدها تحتها فكرتين فرعيتين. الفكره الاولى واللي احنا خلصنا فيها محاضره الاسبوع اللي فات اللي هي باستخدام جدول التحويلات مع شويه قوانين بسيطه. ازاي لو انت معاك بدل الساين ساين تربيع، ازاي لو معاك قوس تربيع بتكون مربع كامل، ازاي بتوزع، ازاي بتعمل، بحيث ان انت بتبسط شكل الفانكشن اللي معاك ابسط ما يكون الى مجموعه من دوال التيبل بتاعنا ونشتغل عليها ونطلع الحل بتاعها. وقفلنا محاضره الاسبوع اللي فات المساله بتاعت الداله الرصيه. خلاص؟ هنبدا بقى النهارده ان شاء الله الفكره الثانيه الفرعيه من فكره التحويل من التايب للاس، ودي اسمها لابلاس ترانسفورم ثيوري، نظريات تحويلات لابلاس. في عندنا كده مجموعه من النظريات بنتعامل معاها، النظريات دي كانت اول نظريه موجوده عندي اسمها نظريه الفيرس شيفت. دي اول نظريه موجوده عندي اسمها نظريه الفيرس شيفت، نظريه الازاحه الاولى مع عدم مكسبات العرض. الفيرس شيفت دي بتقول ايه؟ ركز معايا بعد اذنك. الفكره بمنتهى البساطه بتقول لحضرتك لو حضرتك عارف ان في فانكشن معينه اسمها اف اوف تي خلاص، او سيجنال معينه، السيجنال دي بتمثل تيار، بتمثل فولتج، بتمثل شكل الكنترول سيستم بتاعك في التايب دومين، ايا كان هي بتمثل ايه، اعتبرها فانكشن دلوقتي بالنسبه لك. وعارف ان اللابلاس ترانسفورم بتاعها عباره عن اف كابيتال اوف اس، يعني انت لو معاك فانكشن بالفعل انت عارف تجيب الترانسفورم بتاعها سواء بشكل صريح من التيبل بتاعك او هتبسطها الاول بالقواعد بتاعتك بحيث تستخدم التيبل وتجيب اللابلاس بتاعها. بيقول لك ايه بعدها؟ لو لقيت نفس الفانكشن اف اوف اي لكن زايد عليها انها مضروبه في اي اس اي تي، نفس الداله اللي انت عارفها لكن زايد عليها انها مضروبه مش مجموعه، مضروبه في الاي، لما تحب ساعتها تعمل لابلاس ترانسفورم هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى اسمه اف اوف اس ناقص
فكرتين. الفكره الاولى يا اما اقدر اجيبها من خلال التيبل بتاعنا او تعديل بسيط اوصل للتيبل، يا اما هشتغل على النظريات ما عنديش حاجه ثالثه. يا كده يا كده، يا هقدر اشتغل على الجدول بتعديلاته يا اما هقدر اشتغل باستخدام النظريات. تفتكر حضرتك الفانكشنز اللي معاك ايه في السايت؟ هل تقدر تبسطها الى مجموع او فرق شويه دوالي من قلب التيبل؟ لا، انا ما عنديش اي علاقه وتربط ما بين الاي والساين خالص. انت عارف لو دي بدل الساين شاين كنت ممكن ساعات افك الشاين اللي موجوده دي واعتبر انها اي ناقص الاي على 2 ووزع الاي عليها يكمل الدوالي اللي معايا شويه ايهات واقدر اجيب التحويله من الجدول. لكن بوجود الساين انا ما عنديش علاقه تقدر تربط ما بين الاي والساين. الحل بقى يبقى دماغي سابت فكره جدول التحويلات ونقلت على فكره ايه؟ النظريات. النظريات دي ما هي الا زي ما هنشوف بعد شويه، ما هي الا مجموعه من المؤثرات اللي بتدخل على الداله. كل حاجه بتدخل على الداله بتعمل عمليه معينه. اول حاجه كانت داخله معايا على الداله اللي هي مين؟ الاي. بص بقى هنعمل لما تيجي نشتغل على المساله بوجود الاي يبقى دي نظريه الفيرست شيفت. هنعمل ايه؟ خطوتين الاثنين مفيش غيرهم. خطوه رقم واحد، تخيل ان الاي مش موجود. يبقى الدالة اللي باقية مين؟ فهقول كده بما ان انا عارف ان الساين 4 تي لما اعمل عليها مؤثر للبلس ترانسفورم شكل التحويل عامل ازاي للتيبل حسب الساين اللي موجوده معايا زي ما حضرتك مفروض، يبقى المعامل 4 على اس تربيع زائد مربع المعامل اللي هو 16. ده اللي احنا عارفينه من جدول التحويلات بتاع المره اللي فاتت. تبدا بقى الخطوه الثانيه المهمه، ارجع افتكر لا والله انا مش عايز الساين، ده الساين 4 تي ما هي الا جزء من المساله، ده انا عايز الساين لما تكون مطلوبه في اي اس ناقص 3 تي وعايز اعمل لها لابلاس. النظريه بتاعتي بتقول ايه بالعربي؟ شيل كل اس انت جايبها من جدول التحويلات بالخطوه اللي فاتت وحط مكانه اس ناقص المعامل. هو المعامل في اس الاي بكام؟ يبقى لما اشيل الاس واحط اس ناقص المعامل يبقى اس ناقص ناقص 3 تبقى، يبقى ده معناه ان اللابلاس الجديد اللي انا عايز اجيبه عباره عن شرطه كسر. كل ما تقابل اس، قابلت واحده، قابلت اثنين، قابلت 10، كل اس منهم هنبدلها، فانا هشيل كل اس واحط مكانها اس زائد كام؟ زائد 3. يبقى الصوره النهائيه اللي انا محتاجها ليه؟ هو فوق في اس؟ لا، يبقى هنكتب 4. تحت هنا في اس؟ ايوه، يبقى بدل الاس اس زائد 3 وحافظ على التربيع اللي بره. زائد 16 هنا في اس؟ لا، يبقى تتفكر زي ما هي، يبقى هو ده اللابلاس ترانسفورم النهائي بتاع المساله. عايز تسيبه زي ما هو كده؟ ماشي. عايز تفكه وتقول اس تربيع زائد 6 اس زائد 9 و16 يبقى 25؟ براحتك. عايز تسيبها زي ما هي مفيش مشكله، عايز تحطها الاثنين بالنسبه لك. فهمنا الفكره؟ يبقى الفكره هنا بتعتمد على خطوتين مفيش غيرهم. واحد، اعتبر المؤثر اللي شغال معاك اللي هو يعتبر العلامه بتاعت النظريه مش موجود. اهو تخيلت ان الاي مش موجود. شوف اللي جنبها بقى عامل ازاي؟ حوله تعالى. ونتيجه وجود الاي هيعمل تعديل صغير، اشيل كل اس واحط ايه؟ اس ناقص المعامل. قول كمان. اس ناقص 2 تي
مواليد كانها تي اس اس، يبقى الاس اس كام؟ 3 على 2. اتفقت معاكم المره اللي فاتت لو هتشتغل بالمضروب اللي جوه المضروب تبع التي، بينما لو انت مع الضمه اللي جوه الضمه تبع الاس. وهنعرف ان شاء الله السنه الجايه مع بعض ان الضمه ان زائد الواحد بتساوي المضروب لو ان على صحيح، بس خليني على ده. هنا هحط ان دي ضمه اقل الاس اللي تحت، يبقى الضمه كام؟ ارجع تاني اوعى يبقى السنه كده خلصت؟ لا، ده انا مش عايز احول تي اس نص، ده انا عايز احول اي اس ناقص 2 تي في تي اس كام؟ اس نص. يبقى النظريه بتكون ايه؟ شيل كل اس طالعه معاك من الخطوه اللي فاتت وحط مكانها اس ناقص المعادل، المعادل بكام؟ يبقى اذا هشيل كل اس من الخطوه اللي فاتت واحط اس ناقص ناقص، يعني اس زائد كام؟ زائد 2. بص كده واضرب بعينك في الخطوه اللي فوق، في عندي كام اس؟ هي واحده، يبقى الناتج الجديد هو ج 3 على 2 تحت، بدل الاس هكتب اس زائد 2 ونحافظ على الباقي، يبقى الكل اس كام؟ 3 على 2. طبعا يبقى انت في الدين، يبقى خد بالك من حاجه دلوقتي، لو انت لاحظت هتلاقي الاعتماد الرئيسي بتاعنا اصلا على جدول التحويلات، وكل اللي بيحصل بعد كده بناء على شكل المؤثر اللي موجود معايا اللي بيمثل بالنسبه لي المفتاح بتاع النظريه. لما هنكتب كده نظريات كده ورا بعض هتلاقي ان كل نظريه من دول ليها علامه مميزه، هتميزهم ازاي؟ بشكل المؤثر او الداله اللي بتقول لك هي دي الفانكشن اللي انت هتشتغل بيها على النظريه المناسبه للمساله. ماشي؟ مثال نفس الفكرة جدول؟ لا. طب عندك علامة مميزة بتاعت النظريات؟ انا شايف ايه؟ الاي، والحمد لله الاي بنفس الشكل بتاع النظرية مضروبة فانكشن جنبها، يبقى هي دي العلامة المميزة او مفتاح الدخول بتاع النظرية، ان دي تمثل بالنسبة لي الدخول لنظرية الفيرست شيفت. خلاص، الخطوتين اليوتا ما بتوعنا، واحد اعتبر الاي مش موجودة، يبقى مين اللي باقي؟ حلو، فهقول كده الساين تربيع عايز اجيب ليها اللابلاس ترانسفورم. اوبا بقى، هل الساين تربيع ليها لابلاس ترانسفورم بشكل مباشر من الجدول؟ اعتبر دي بقى مساله المحاضره اللي فاتت، هي الساين تربيع دي اساسا علشان احولها كنا عملنا ايه؟ صح كده، اضطرينا نفكها الاول، ها نص ناقص نص كوزين ضعف الزاويه، وبعدين بدانا نشتغل عليها باستخدام النظريات بتاعتنا. بما ان النص الاولاني عباره عن ثابت مفيش جنبه حد، يبقى اللابلاس بتاعه نص على اس، يبقى واحد على اتنين الاس ناقص النص الثاني جنبه فانكشن، يبقى اذا هنسيب الثابت بتاعنا لوحده ونحول الكوزاين. الكوزاين اللي موجود معايا حسب جدول التحويلات الكوزاين من غير اس اديها، يبقى هكتب اس على مجموع مربعين، اس تربيع زائد مربع الزاويه اللي جوه معاملها، يبقى اس تربيع زائد كام؟ زائد 4. خلصت؟ لا، لسه خطوه. اقوم جاي للخطوه الثانيه واقول اذا الساين تربيع اللي انا جبتها بس للاسف مش بشكل مباشر من الجدول ده، هي لسه ناقص جنبها اي اس كام؟ اي اس تي، وعايز اجيب جنبها اللابلاس ترانسفورم. المره دي الاي اللي معايا هتعمل ايه في المساله؟ نفس اللي عملته المسالتين اللي فاتت،
شيل كل اس من الخطوة اللي فاتت وحط مكانها اس ناقص المعامل. المرة دي المعامل بكام؟ يبقى هشيل كل اس وحط جميل. طب انا المرة دي بقى عندي كام اس؟ تلاتة. ادي واحدة، التانية، التالتة. كل اس موجودة معاك من الخطوة اللي فاتت شيلها وحط مكانها اس ناقص كام؟ واديني الريزلت الجديدة. يبقى الناتج بتاعنا واحد على اتنين ماليش دعوة بيه، شيل الاس وحط اس ناقص الواحد، ناقص نص ماليش دعوة بيه، شرط اتكسر. اس اللي فوق هتبقى اس ناقص واحد. طب واللي تحت؟ اس ناقص واحد تربيع زائد كام؟ زائد اربعة. سهلة؟ خلاص؟ يبقى المرة دي وأنا شغال مع النظريات أنا بشتغل خطوتين، مرة من غير النظرية ومرة لما النظرية تشتغل هتعمل إيه؟ بوجود الـ إيه كل اللي أنت بتعمله بتشيل كل إس موجودة معاك وتحط مكانها إس ناقص المعامل. نهدى شوية؟ طيب للي يحب يفكر معايا قول لي بس بعد إذنك، لو أنا مدي لك فانكشن كده تفتكر هعمل ايه؟ صح كده، كويس جدا. الشاين دي اي نعم انا مش شايف ايه، بس الشاين دي او الساينش دي زي ما كنا واخدين من اعدادي هي ايه اس تي ناقص ايه اس سالب تي على، يبقى انا المره دي الجذر تي هيتاثر عليه بكام ايه؟ المفروض ان دي هتبقى كده مره نص جذر تي في ايه اس تي، في صوت عالي قوي، ناقص نص جذر تي في ايه اس ناقص التي. طبعا نص ايه ناقص نص ايه بالسالب اللي هو المفكوك بتاع الشاين. يبقى مره حضرتك اشتغل على المساله دي لوحدها، اعتبر الاي مش موجوده وحول جذر تي زي ما جبناها قبل كده، واشيل كل اس معايا واحط مكانها اس ايه؟ ناقص واحد. طب والمره الثانيه اشيل كل اس واحط مكانها اس زائد الواحد. طبعا وبالمثل لو بدل الساينش دي انا حاطط الكوشاين، الكوشاين برضه ما هي الا اي زائد اي على اتنين، يبقى هيحصل معايا تاثيرين، مره اس ناقص ومره هتبقى اس ايه زائد. خلاص؟ يبقى دي اول نظريه. المجموعه اللي ورا دي اول نظريه انا مش هقول تاني بطل كلام، ان انا بلاقي فانكشن معلومه بالنسبه لي او سهل بالنسبه لي اجيبها من الجدول سواء بشكل صريح او باستخدام تعويض بسيط او تحويل بسيط اجيبها من الجدول وبعدين ادخل عليها الاي تعمل الشغل اللي احنا اتكلمنا عليه. دي كده اول نظريه موجوده عندي اسمها ديريفاتيف اوف ترانسفورم، او بالبلدي نظريه الضرب في تي. نظريه الضرب في تي بيقول لك ايه؟ بنفس الكونسبت بتاع المره اللي فاتت، لو عندك فانكشن اسمها اف اوف تي انت عارف تجيب اللابلاس ترانسفورم بتاعها اف كابيتال اوف اس سواء بشكل مباشر من الجدول او زي ما عملنا قبل كده هعدل فيها لغايه لما اجيبها من الجدول، وبعدين لقيت المره دي المؤثر بتاعها مش مضروبه في الاي زي المره اللي فاتت، لا ده المضروب المره دي مضروبه في تي ومضاعفاتها، مضروبه في تي، في تي تربيع، في تي تكعيب، في تي اس 4، في تي اس 5، بس بشرط التي الاس بتاعها اللي هيبقى معاك يكون عدد صحيح موجب. ما ينفعش يبقى تي اس نص، ما ينفعش اقول مضروبه في جذر تي مقسومه على جذر تي، لا مضروبه في عدد صحيح موجب من الاسس بتاعه التي، تي تربيع تكعيب اس 4 اس 5 اس 6. خلاص؟ القاعده بقى بتقول لك ايه؟ نمره واحد اعتبر كل التيهات مش موجوده سواء تي او تربيع او ايا كان الاس بتاعها، وحول الداله من غيرها
يبقى الاف بتاعتنا تحويلتها عامله ازاي؟ اف كابيتال عادي زي ما احنا متعودين. طب نتيجه دخول التي بيعمل ايه؟ بيعمل لك عمليه تفاضل على الداله اللي انت جبتها من الجدول. المره اللي فاتت كان بيبدل بس كل اس ويحط اس ناقص المعامل، بيعمل ازاحه، بيحول الاس من مكان من عند نقطه الصفر الى اس ناقص ايه عند نقطه الايه، نقلها. لكن المره دي هنعمل عمليه تفاضل، عشان كده النظريه اتسمت ديريفاتيف اوف ترانسفورم. بس الكلام ده بيتنفذ ازاي؟ قال لك بعد ما تعتبر التي مش موجوده حول الاف هاتها لي اف كابيتال. طب نتيجه الضرب في تي بيعمل ايه؟ بيعمل حاجتين. نمره واحد، حسب نوع الاس اللي معاك زوجي ولا فردي بيدي لك اشاره. لو الاس بتاعك واحد يعني فردي بيديني بره اشاره سالب، لو الاس بتاعي زوجي بيديني اشاره موجب. بشكل عام لو معايا تي اس ان فالاشاره يبقى اسمها سالب واحد اس ان. يعني انت لو ضارب في تي تكعيب اس خمسه اس سبعه هحط بره اشاره سالب، لو انا بضرب في تي تربيع اس اربعه اس سته احط بره اشاره موجب. وعلى حسب قيمه الاس اللي معاك بتنفذ مرات التفاضل. لو انت كنت ضارب في تي واحده تقوم تفاضل اللي انت جبته من الجدول كم مره؟ مره واحده. لو انت كنت ضارب في تي تربيع هذا افاضل مرتين. لو انت كنت ضارب في تي اس ان هفاضل كم مره؟ ان من المرات. نقول تاني بقى، يبقى نتيجه الضرب في تي بيعمل ايه؟ هيحصل معايا حاجتين. نمره واحد، إشارة وتفاضلات. الإشارة سالب لو فردي، موجب لو زوجي. طب والتفاضلات؟ قد الأس بتاعك بالظبط. تي أس واحد تفاضل مرة، تربيع مرتين، تكعيب ثلاث مرات، وهكذا لغاية حسب عدد مرات التي اللي أنت ضارب فيه. صعبة؟ خلاص؟ يبقى أنت المرة دي عينك بتدور على مين المؤثر اللي موجود. اتوجد الإي يبقى فيرس شيفت، اتوجد التي يبقى أنت شغال مع فكرة التفاضل. تعالوا ننفذ مع بعض. عايز اجيب تي في ساين 3 تي. زي ما قلت لك السيكونس بتاعك طبعا في الامتحان مع كتر الحل انت هتميز الموضوع خلاص. انت لما تبص دور الاول على الفكرة، من التي للاس ولا من الاس للتي انفرس ولا والابلكيشن من التي للاس. طيب دي هتيجي من الجدول بشكل مباشر ولا هضطر اشتغل نظريات؟ بما ان عندي ضرب غالبا الضرب اللي معايا اذا ما كانش في علاقه مباشره ما بينهم مش هقدر اشتغل غير بالنظريات. تبدا عينك تدور ايه المؤثر اللي موجود معاك؟ هل انت شايف ايه بيعمل فيرست شيفت ولا حاجه غيره؟ غيره مين؟ حلو، بوجود التي ومضاعفاتها يبقى انت شغال مع نظريه الدريفاتيف. القانون بقى بيقول ايه؟ واحد، اعتبر التي مش موجودة. مين اللي باقي جنبها؟ فهقول كده، بما ان الفانكشن الرئيسية بتاعتي اللي هي ساين 3 تي، لما احب اجيب اللابلاس ترانسفورم بتاعها حسب جدول التحويلات بتاعنا بيقول المعامل يعني 3 على اس تربيع زائد مربع المعامل اللي هو 9. ده كده بنسيان تماما التي اللي معايا. حلو. طيب ارجع افتكر ده مش هي دي الفانكشن بتاعتي، ده انا عايز تي في ساين 3 تي. تي في ساين 3 تي عايز اجيب ليها اللابلاس ترانسفورم. وجود التي هيعمل ايه؟ زي ما قلت لك هيعمل عملتين اتنين مصيبتين، اشاره وكذا. هفاضل مين؟ اللي جبته من فوق.
معايا سلة بره هنشتغل عليها دلوقتي بالتفاصيل بتاعنا، المقام تربيع اهو، المقام في تفاضل البسط بصفر ناقص البسط في تفاضل المقام يبقى ناقص 6 اس، السالب اللي هنا بتاع التفاضل مع السالب بتاع القانون بقت في الاخر كلها بتساوي، يبقى اصبح البلس بلس 4 اللي موجود معايا دي تي الساين ما هو الا 6 اس على اس تربيع زائد 9 اس كل ايه؟ خلاص؟ يبقى نتيجه الضرب خلاك تعمل حاجتين، التفاضل وكمان خلاك تعمل ايه؟ لما نيجي نعمل تفاضل كمان مرة
يبقى هفضل كم مرة؟ العدد اللي معايا بدل مرتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة حسب العدد اللي معايا. الإشارة مش مهمة، كده كده هتبقى هي المشكلة في عدد مرات التقاط. طب إيه رأيك بقى لو أنا رحت جاي اشتغلت على المسألة بتاعتي
تربيع زائد واحد، وده أدخل عليها واحدة واحدة. طيب الترتيب ما يفرقش معايا، أصل في الآخر ضرب، عملت الإي الأول وبعدين التي أو التي وبعدين الإي مفيش مشكلة، بس دي تشتغل. افتكروا الأفضل، مش النتيجة، مش النتيجة اللي هي الأحسن، الأفضل أدخل التي الأول ولا الإي الأول؟
بص بقى الفكره والنظريه الثالثه عكس اللي فاتت عكس اللي فاتت اللي فاتت كان اسمها ديريفاتيف اوف ترانسفورم انت بتاخد اللي طلع من جدول التحويلات والفرق المره دي هيبقى اسمه انتجرال اوف ترانسفورم معناها هتاخد اللي انت جايبه من جدول التحويلات وتعمله ايه؟ وتكمل يبقى مره بفاضل في النظريه الثانيه ومره بجانب العلامه المميزه المره دي اللي هعرف فيها ايه؟ حاجه سهله قوي بدل ما كنت بضرب في تي فدي كانت بالعربي كان اسمها نظريه الضرب في تي هنا المره دي بس خلاص؟ بس بشرط صغير كده على جنب معلوماتك ان تكون الفانكشن الليمت بتاعها او التعريف بتاعها عند نقطه الصفر اف تي على تي عند الصفر موجود. يعني ما ينفعش اي احسبها عند الصفر دي ما نهايه. يعني ايه؟ نفترض مثلا ان الفانكشن اللي موجوده معاك اللي انت عايز تحولها اسمها ساين تي على تي. هي الفانكشن دي موجوده عند الصفر؟ ساين تي لما نحب نعمل اللابلاس ترانسفورم بتاعنا
نتيجة الاس مع النتيجة اللي موجودة في المقام، يبقى أنا هعمل الآية تكامل من اس إلى ما لا نهاية دي اس، علامة التكامل بتاعتي. طب هنكمل مين بقى؟ اللي أنا استلمته من الجدول، عايز أكامل واحد على اس تربيع زائد واحد. صعب؟ بس كل ده عليك نفذ التكامل وعوض. يلا واحد على اس تربيع زائد الواحد تجاهلها صح. تان ماينس 1 اس من اس لغايه ما لا نهايه. مره تشيل الاس وتحط مكانها ما لا نهايه، ومره اشيل الاس واحط مكانها نفسها. شيل الاس وحط مكانها ما لا نهايه. تان ماينس 1 ما لا نهايه سين واحد ناقص. شيل الاس وحط مكانها نفسها تفضل زي ما هي. تمام. لا مش تمام. تمام يا اسوان. تمام يا اسوان. ايه الزاويه التام بتاعتها في تمام نهايه؟ يبقى النتيجه النهائيه عباره عن 2 ناقص تام ماينس 1 اس. خلاص؟ يبقى نتيجه الاس مع نتيجه كل اللي انت عملته حتى الان، انت جبت اخذت الفانكشن اللي خدتها من التيبل بدل ما في النظريه الثانيه خدتها مره او اثنين او ثلاثه، هنا عملت لها عمليه تجاوب. ومحدش يقلق، مش هطلب منك تجاوب مرتين، يعني محدش يتخيل ان ممكن الفانكشن دي تبقى مقسوم على دي تربيع ولكن لا، هي مقسومه بس على مين؟ على تي 1. لو انا جبت لك بقى اي ناقص اي على تي في دماغك بس كده بسرعه. المساله اللي كاتبها دي صح ولا غلط؟ تنفع ان انا اعمل لها لو وصلت اصفار ولا لا؟ هل الفانكشن دي معرفه عند الصفر؟ بكام؟ بكام بقى صفر على صفر غير معرفه؟ بكام؟ المؤثر مش موجود، يبقى الداله اللي باقيه تعرف تعمل لها
حولش، لكن لما دي كانت بالباص لا حول ده. كنا فيصل يبقى المساله اللي قدامي دي ما ينفعش احلها الا بفكره التكامل بس. اذا هنلغي المؤثر الوحيد اللي عندي المره دي هو تي، فيبقى معايا اي اس ناقص 6 تي سالب اي اس ناقص 4. الحمد لله كل واحده منهم في جدول التحولات. الاولى 1 على اس زائد 6 ودي ناقص 1 على اس زائد 4. دي جدول التحولات، دي جدول التحولات. انا هكتب، طب يبقى اي اس ناقص 6 تي ناقص اي اس سالب 4 تي لكن مقسوم على تي. ها؟ نتيجة الاسم على تي هنا تقوم تعمل ايه في الاس دومين؟ تكامل من اس الى ما لا نهاية. بس انت هتكمل مين اللي طلع في الخطوة اللي فاتت؟ 1 على اس زائد 6 ناقص 1 على اس زائد 4. بتعرف تكمل؟ أظن سهل أوي. بص مشتقة المقام فنادق لقيت المقام. طب ودي؟ لقيت المقام برضه. خد بالك بقى من الحته اللي جايه. خد بالك ان التكامل بحد ذاته مش ازمه خالص. غالبا غالبا هتلاقي نتيجه تكامل فيزيك فانكشن، حاجات من جدول التكاملات الرئيسيه. نم ده ماينس 1 ده مش ماينس 1، حاجات بسيطه قوي. كل المشكله في التعويضات. واقول لك كمان الايه؟ لان اللي تحت لما اشيل اسم واحط اسم ما عملتش حاجه. هي إيه المشكله في التعويضه؟ خد المفاجاه بقى. عوضني كده في بالنا اهي. تطلع بكام؟ تطلع معايا حط الاس بما لا نهايه، ليه بما لا نهايه؟ بما لا نهايه. والثانيه؟ طب وما لا نهايه ناقص ما لا نهايه؟ صفر. دي احدى السبع صيغ غير معينه بتوع عينين. صفر على صفر بما لا نهايه على ما لا نهايه، ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه، صفر بما لا نهايه والثلاثه قصين. فدي ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه قيمه غير معينه. ومش بصفر، يمكن تطلع بصفر ويمكن لا، لكن انا ما اقدرش اقول انها صفر. طب فاكرين في اعدادي، على فكره المساله دي كانت في اعدادي. فاكرين كنت في الجمهوريه بكام؟ فكر فيها في البيت وحاول فيها، هي هتطلع بصفر. القيمة دي عند المال النهاية، المال النهاية ناقص المال النهاية، ازاي بعرف
خليك تقسم على اس الناحيه الثانيه. يبقى التجاهل في الاس التايم دومين ظهر ازاي الناحيه الثانيه؟ مقسوم على ايه؟ على اس. الناس دقيقه الملاحظه، لو بصيت دي بصيت دي الاسم على التي في التايم دومين بمناظرها ايه في الاس دومين؟ تجاهل. والاسم على اس في الاس دومين بمناظرها ايه في التايم دومين؟ تجاهل. يبقى وانت بتقسم على التي الناحيه الثانيه تكامل، وانا بقسم على الاس الناحيه الثانيه تكامل. فده حاجه صغيره. التكاملات بتاعه الاس بتبدا من اس لغايه، بينما التكاملات بتاعه التي بتبدا من صفر لغايه هو ده. خلاص؟ كل اللي عليك بس انك تمسك الفانكشن اللي جوه وتحولها، وبعد كده عشان التكامل من غير ما اكتب حاجه هعمل ايه؟ اللي يطلع معايا من الجدول اقسمه على اس. طب ايه فايده دي بقى؟ بص معايا كده، تخيل ان انا معايا again.
بعدين دي بالصايد وراس تطلع في الاخر اسمع 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 التي بالصايد تطلع من اس على اس تربيع قلبك زائد واحد في كل تربيع. مين اللي عرضنا دلوقتي؟